السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة مطبخنا هيقدم لكم وصفة حاجة كلكم أكيد بتحبوها. هنعمل معكم تشيز كيك اللوتس بطريقة سهلة جدا، متأكدة أنها تعجبكم. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد مطبخنا. لمقادير تشيز كيك النهاردة هنحتاج 600 جرام جبنة كريمي، 125 جرام سكر بودرة، 285 جرام كريمة خف، 60 جرام زبدة، 200 جرام بسكوت لوتس، و50 جرام بسكوت للتزيين، 2 معلقة كبيرة زبدة لوتس، 10 جرام جيلاتين، 20 ملي مية سخنة. وأول حاجة هنعملها النهاردة هنطحن البسكوت في الكبة. شايفين كده فرمنا البسكوت، هنحطيه في بولة. وهنضيف عليه الزبدة بعد ما سيحناها. هنقلبهم سوا. وبعد ما قلبنا البسكوت بالزبدة هنبتدي نفرده بالصينية بتاعتنا. بعد ما فردت البسكوت في الصينية لفيتها بالسترتش وادخلها التلاجة على بال ما احضر باقي المكونات. ودلوقتي هنحضر خليط الجبنة. هنبتدي بالجبنة الكريمي، وهضيف ليها سكر البودرة، وهنبتدي نضربهم سوا في المضرب الشبك. وبعدين هنضيف ليهم كريمة الخف، وهضيف كمان زبدة اللوتس. طبعا انتوا تقدروا تشتروا زبدة اللوتس جاهزة، وممكن كمان تعملوها في البيت. انا عملتها في البيت وهتلاقوا اللينك بتاع الفيديو في اخر الفيديو ده. وهبتدي اضربها تاني. زي ما انتوا شايفين كده ضربنا الخليط لحد ما وصل القوام ده. بعد كده هنسيبه على جنب ونحضر الجيلاتين. وزي ما قلت دلوقتي هنحضر الجيلاتين. ضفنا 10 جرام جيلاتين اللي هما تقريبا 3 معالق صغيرين، مع 20 ملي مية سخنة. هنقلبهم سوا كويس علشان الجيلاتين يدوب في المية. وزي ما حضرتكم شايفين كده الجيلاتين كله داب في المية السخنة. هنضيفه دلوقتي لخليط الجبنة. وهرجع اضربه تاني بالمضرب. زي ما حضرتكم شايفين كده ده القوام اللي احنا عايزينه. هنطلع البسكوت من التلاجة وهنصب عليه الخليط بتاعنا بالشكل ده.
وهنحرك الصينية بالشكل ده علشان الخليط ما يكونش فيه فراغات ويكون متوزع بشكل متساوي. وزي ما حضراتكم شايفين كده سوينا وش تشيز كيك، ودلوقتي هنغطيها بالستريتش وهنحطها في التلاجة لتاني يوم علشان تتمسك قبل ما نزينها. زي ما حضراتكم شايفين كده دي كانت تشيز كيك بعد ما طلعناها من التلاجة. دلوقتي هنزينها بزبدة اللوتس، زي ما انتوا شايفين كده بعد ما فردت عليها زبدة اللوتس زينتها ببسكوت لوتس مبشور، وهحط عليها اخر تاتش للتزيين. وبكده تكون تشيز كيك جاهزة للتقديم، بجد طعمها حكاية، وزبدة اللوتس اللي عملناها في البيت تحفة. جربوا وصفة النهاردة واكتبولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل وصفاتنا. باي باي.